رحمة وهدى كل أمة من مشى في ضياء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بكم أيها الجمهور الكريم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج نظرة شرعية. الوقت هو الحياة، وفي هذه الحلقة نناقش موضوع الحياة وفصل من فصولها، إنه فصل الصيف. هل من الممكن أن نستثمر هذا الصيف بما يعود علينا نحن بالنفع وعلى أسرنا وعلى أمتنا بالتالي بشكل أجمع؟ حول هذا الموضوع يسرنا اليوم أن نستضيف نجم في هذا المجال، الدكتور محمد بن فهد الثويني، الاستشاري التربوي المتخصص. أهلا بك ضيفنا الكريم. الله يحييك أكثر وبارك فيك ونرحب في كل من يتابعنا. ما في داعي أني أزيد، ما شاء الله عليك، الله أصبحت الآن أنت النجم وليس أنا النجم. الله يعني. لا حنا نقول بعض مما عندك هذا. ما عليك زود. الله يرحم والديك. أيضا نرحب بكم أعزائي المشاهدين، بإمكانكم أن تتواصلوا معنا عبر أرقام الهواتف التي تظهر تباعا على الشاشة. سنستقبل اتصالاتكم واستفساراتكم بعد الفاصل الثاني، لأن الفاصلين الأول والثاني سنركز في الموضوع وسنأخذ من ناحية نظرية وعملية إن شاء الله تعالى. حياك الله ضيفنا الكريم. الله يحييك أكثر بارك. وسعيدين أن ختام هذا الموسم يكون مسكا معك. احنا تعودنا في كل فصل مرة، هالمرة صارت مرتين على الناس، خايفين ينزعجون مننا. لا من 6 أشهر يعني نص سنوية مرة. بالعكس إن شاء الله يعني الختام مسك. اللهم آمين، ربي اجعله ثوينيا إن شاء الله تعالى. بارك. الله يحييك دكتورنا الكريم. دكتور، يعني ما في شك أن الكثير من الآباء والأمهات وأيضا الشباب في إشكال على النظرة لموسم الصيف، موسم اللي هو فيه الدعاء والراحة والفراغ يكثر. كيف نتعامل مع شيء اسمه صيف؟ إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم. أكرر تحية لرواد قناة الوطن وخاصة برنامج نظرة شرعية، لأن أحس فيه بيني وبينه يعني توأمة قريبة جدا من بد باقي البرامج، يعني حتى لا يزعلون الباقي، ترى كل واحد لعاد ارتاح ارتياح نفسي للبرنامج ولشيخه. هذا شهادة تسمية. الله يحفظك. ولا يزعلون طبعا الباقي اللي ورا الكاميرات واللي فوق بالكنترول، عشان بس حتى لا يغار أحد من علي. الله سبحانه وتعالى قسم للإنسان مخلوق اسمه الوقت، والله عز وجل قسم بالوقت لأهميته ولمكانته، فجاء في القرآن على عدة أشكال. كأعوذ بالله من الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إذن هذا الوقت الله سبحانه وتعالى جعله نعمة لمن أحسن الاستثمار. فأول كلمة أنا أبي أقولها لما نتكلم عن الوقت لازم يقول نستثمر. حلو، ما نقول شيء غير أضيع. كل الناس يقول لك أبيل اليوم طويل، الحين خلصنا، شلون أضيع الوقت، شلون أقتل الوقت، شلون يمر الوقت. هذه جريمة كبرى في حق الإنسان، نعمة الله أعطاك إياها. وأنا أمس أقول حق البنات عندنا في نادي المصابع، أقول لو لقيت بنية قاضبة الدنانير، أنا طبعا أنا للحين أنا تعلم من أبوي الله يرحمه، صرت مثله أحط أربط الفلوس. قلت لو شفت واحد ماسك الدينار ويشقه، طبعا ماني شاقه، ويقطه في القاع، والدينار الثاني يشقه ويقطه في القاع، والدينار الثالث يشقه. نجهز عيادي من الحين ها؟ والله تعرف خلاص مصروف العيال ولازم يعني. وقط البيزات في القاع، شو تقولون عنه؟ فالبنات سكتوا، قلت شو تقولون عن هالبنت أو الشخص؟ كان نقول عنه مينون. قلت طيب شو رأيكم أن الوقت أغلى من المال؟ لأن من يقدر يشتري دقيقة بالدينار؟ تقدر تشتري دقيقة؟ أبداً. طيب واللي عنده دقيقة يقدر يطلع فيها دينار؟ يقدر. نعم. اللي عنده وقت. صحيح. يقدر يستثمره ويطلع منه. فإذا الوقت أغلى من المال، فاللي ضيع الوقت أكثر جنونا مما ضيع المال. فالبنات يضحكوا، نعرف أنهم يضيعون هذا من الوقت. فإذا أول شيء خلنا نعدل المفهوم عند الآباء عند الأمهات، إحنا يجب أن نستثمر الوقت لأنه أغلى من المال وهو الذي يجلب المال. إذا المفهوم الأول الآن في الصيف أن لازم نصحح الفكرة. إذا ما صحت الفكرة عند الناس عند البنين عند البنات، إذا لن يستثمر هذا الوقت. أنا حينما أعرف أن الوقت هذا أغلى من المال وهو الذي يجلب المال ويجلب الخير، إذا أصبح الآن في عندي تقدير للوقت. هذا المفهوم الأول. طيب برامج الصيف، الأب أحبوا عبد الله ومع عبد الله، فرصتكم الحين. طبعا بعض الأباء شي يقولون بس رحلتكم أسبوعين خذوهم شهرين، النادي بس يومين خلوه طول الأسبوع، يبون الفكة.
طبعا هو ماكو حدا بيفتك من عياله، يحبهم ويعزهم، لكن مو عارف كيف يستثمر وقتهم. يعني هذا الان البرنامج ان شاء الله راح نبين. اذا الان ما في عذر لا لابو عبد الله ولا ام عبد الله مجازا. ها ام عبد الله لان دائما تكرر حيسمون ام عبد الله. هذا عندي شخصيات حركيه. طبعا اكو ناس طلعوا عليه اشاعه قالوا تزوج ام عبد الله، هذه زوجته الثانيه من الثالثه عاد طلعوا ايش كثرهم. لا يبا هي واحده وفهد وان شاء الله ماكو غيرها دنيا واخره ان شاء الله تكون وياها عاد. فالمهم إن هذا اسم حركي. فام عبد الله ابو عبد الله حبيت اليوم شوف انت حرشيني التحمل اللي بيك عاد. جمعه اليوم جمعه مثل حصة أو شيء ما أو خولة أو حمد، هذه أسماء حركة للبنين والبنات، فأنا أقصد فيهم العوائل بشكل عام. إحنا اليوم نبي نعطي قاعدة لاستثمار الوقت خاصة عند الآباء. أنا ودي بهالصيف الآباء والأمهات يركزون على شلون يقربون عيالهم أكثر. حلو. يحبونهم أكثر، يمارسون معهم حياتهم اليومية أكثر. عندنا ثلاث كلمات إذا اجتمعت في أي برنامج تربوي تجعل منه برنامجا نافعا إن شاء الله. حتى لو كان في البيت. إن شاء الله في السيارة. حلو. في البيت، في السيارة، في طابور الخبز. في المستوصف ينطرون دورهم في أي مكان كان، لأن هذا وقت لازم أنا أستعمله أيا كان. ولهذا إحنا من شعاراتنا حتى اللي نزلت أنت فعلناك هو التلذذ في اللحظة. هذه اللحظة شلون أستمتع فيها؟ إذا اجتمع فيها ثلاثة: نافعة، ممتعة، آمنة. يا سلام. نافعة، ممتعة، آمنة. آمنة. إذا أول قاعدة لازم نقعد. أنا بقول لك الحين شلون. أبو عبد الله قال لي يا دكتور ثويني أنا ويا عيالي ما نشوف بعض، أشتغل الصبح وأشتغل العصر، أجي في الليل تعبان وهم نايمين أنا نايم ما أشوف عيالي، شو أسوي؟ كان أقول له اللعب هذه. هذه اللعبة. نعم. حطها بينك وبين عيالك، خلها عندك. نعم. دخل يدينك تحت الأسود. هذا يدخل يدينك اليمين. أنت يمناوي ولا عسماوي؟ يمناوي. دخل اليمين، لا من غير ما تبطلها، من غير ما تبطلها، ادعس يدك تحت. إيه هذا اليمين. أيوه. وقضوا باليسار. أبو عبد الله سوى اللي سويته الحين ويا ولده، كان يحط ايده من الصوب الثاني ويلعب معه. فقلت له العب مع ولدك وبنيتك وزوجتك لعبة مصارعة الإبهام. حلو. هذه لعبة أنا أحبها لأنها تحقق المفاهيم السبعة اللي نتكلم عنها اليوم. وفيها تواصل خطير. عجيبة. كلها بقول لك السبع أشياء بتلقاها كلها موجودة. قعد أبو عبد الله حاط ايدينه يا الأولي ويا التالي. يقول ثاني يوم طبعا يا أبو عبد الله عرف اللعبة وعلمته، قال خلاص تعال باشر قول لي. في الدورة كان دورة أبوية. ثاني يوم يا أبو عبد الله مغلدم. زعلان. ها ابو عبد الله ايش صار وياك امس؟ قال زين اسكت يا دكتور ثواني ايش سويت فيني انت؟ قلت له شو اللي صار؟ قال قعدت ويا عيال لعبت مع الاولي، لعبت مع الثاني، لعبت مع الثالث، مو راضيين يوخرون. وخر يجي الثاني، مستانسين وانا مستانس. يقول تعبت. وين تنباع هذه عشان اللي يحصل عليها؟ هذه مصنعها تصنيع خاص. يعني مصنعها. ما موجوده في العالم، هاي تصنيع خاص احنا. طيب ليش ما هذه دعوه للتجار ان شاء الله يستثمروا هذا الموضوع؟ تصير ماركة مسجلة لك. هم مسوينها صغيرونها تي يحطون فيها طلعوا من أصابع هاي في أمريكا. لا أنا قلت لازم تصير قاعدة حتى تستثمر. هذه احنا سوينا صنعناها صممناها في الكويت وصنعتها في سوريا. ربي إن شاء الله يحررها ويمتعنا إن شاء الله مع أهلها في الخير والأمان والسلام. قولوا آمين. المهم أن أبو عبد الله قال يوم نعيس منهم مراضين واخرون كان أطقهم يبتون كلهم. لا حسن. إذا ما الذي انقطع من الثلاثية؟ الآمنة. أحسنت. نعم. ماكو أمان. هي نافعة وممتعة لكن كانت نافعة وممتعة ولم تكن آمنة. طق عياله فبكى وزعل ويا ثاني يوم زعلان. قلت له يا أبو عبد الله يوم إنك تعبت ليش ما صرت حكم؟ كان يقول ما قلت لي. أنا ما أقول. استعمل عقلك. هذه كانت الحقيقة يعني من المفاهيم الثلاثية. إذا هذه مثل يعني نموذج من النماذج. هذا واحد من النماذج. نعم. طبعا. احنا اليوم ما نقدر نحصي كل شيء الالعاب بالالاف، بس نعطي نموذج حقيقي شلون ممكن الانسان. لا بس تقصد دكتور ان انت الان لازم اي برنامج اسويه مع الابناء او ام تسويه ايضا مع البنات انه يكون فيه يحتوي على ثلاث قواعد: يكون نافع، ممتع، امن. نافع واحد من ثلاثه: يا يطلع اجر. حلو. يا يطلع بيزات. حلو. او يقلل مصروف البيزات. او واذا ينمي مهارات شو نسميه؟ رقم نافع. نافع هذا هو. عفوا اقول لك يا محيط، اذا واحد اجر ويطلع فلوس تحت المهارات. حلو. منين تجي البيزات؟ من المهارة والمواهب. رقم ثلاثة صحة. حلو. إذا النافع برنامجي يا إما يعود على صحتي بالنفع، صحة، لياقة، ينزل وزن، أكله زين، حواسه، أي شيء يعود على الجسم، على الجسد. يعني غير جسم صحيح ما له صلاة ولا مثل السباحة الآن. السباحة هذا يعني النوم السليم جزء من الصحة، الأكل السليم جزء من الصحة، الرياضة جزء من الصحة. كاهي الرياضة أحسن رياضة نط الحبل. حبل هاي ما خليه على طول. وانا ما استعمل حبل قصير، حبل بثلاث امتار عشان يلعبون مع بعض. وانت جايب لنا مفاجاه راح نشوفها في بدايه الفصل الثاني فيها جزء من هذا. زين. فاذا هذا اذا النافع فسرناه لازم يا يطلع اجر
ركعات ذكر، قراءة قرآن، صدقات، صلاة الضحى الآن بالصيف نعودهم. حسين، صلاة الضحى، وأنا أعرف ناس الحين لهم 11 سنة ما قطعوها، شباب ما شاء الله تعاهدوا وقعدوا في جلسة صيفية وإحنا بصيف، قاموا يقترحون شنو شيء نسويه غير اللي إحنا معتادين عليه من عبادات ونحافظ عليه. هذا قال نحفظ هالكثر قرآن، قال مسوينا هذا، قال نذكر. واحد يقول صلاة الضحى ما نصليها، من فيكم صلى؟ ولا واحد. قال ايش رايكم نعاهد نفسنا بعد ما نعاهد الله سبحانه وتعالى؟ تعاهدوا. اعرف منهم الان 11 سنه ما طافته. حلو، استغل الصيف اذا النافعه بالنسبه لي. اضافه هذه الاضافه طبعا ممتعه، السرور والسعاده والوناسه، نضحك هذا، وبعد شوي ان شاء الله على قولتك فاجئ نشوفه. الامنه بعيد عن اي شكل اشكال الضرر، لا ضرر بالشكل ولا بالهمسة ولا باللمزة ولا بالغمزة ولا بالكلمة ولا ضرر صحي ولا أبدا، ما في مضرة. لازم يكون في أمان، علشان تصنيع الألعاب هذا فن. حلو. وأيضا حتى صياغة الألعاب وإدارتها فن، طالما أن فيها تهور هذا ما ينفع باكر تذبح ولدك أو تذبح أبوك أو تكسر واحدة من الألعاب، يو اثنين، واحد يوقف وراك وتحت ريلك والثاني يدزك ويطيح ويضحكون تضبط راسك، ولا التخريع بالليل هذا يوقف وراء الباب بوه يسوي الحين ما شاء الله سهاري واحد من شو اسمه ايضا واحد بيغش مرخته واقف ناطرها عند باب الحمام البيضة، اول ما طلعت مغسله خاصه صقعها براسه يضحك وياها، واحد يضحك ويا امه شاله وحطها ماي السمك، هذا ما يصير. غشمره وهي دائما تركب الثلاثه على بعض. نافعه ممتعه امنه، وعرفنا نافعه اما اجر واما مال واما صحه. طيب احنا بنطلع فاصل، بس في سؤال سريع اسالك اياه الان، مثل قضيه المطالعه زي. يعني مثل هذا الكتاب جميل، في صور هذه من محمية الشيخ صباح الأحمد في الكويت. أي نعم. يعني هذه الطيور، الصور الطيور الموجودة داخل، أنا ما صدقت أن هذه الطيور موجودة في الكويت أو تمر في الكويت. ما كنت حبل قبل؟ بلى. أكيد صعيد نص الطيور الموجودة. لا بس الطيور مثلاً أنا النسور الموجودة، القضايا. طبعاً. شيء خيالي. فقضية هذه المطالعة بأشكال المختلفة، لو الأب أو الأم حطت شيء في مطالعة، وين نحطه في البرنامج؟ البرنامج احنا نبي الان نحول البرنامج، الكلمات اللي قلناها الست قبل شوي نحولها الى جدول. الجدول اسمه قاعده 5 10 20 30 20 10 5. حلو، خليها بعد الفاصل. اتوكل على الله. طيب اعزائي المشاهدين، فاصل ونكمل ان شاء الله. اهلا بكم اعزائي المشاهدين مره اخرى في برنامجكم نظره شرعيه، وضيفنا الكريم هو الدكتور محمد بن فهد السويني الاستشاري التربوي المتخصص، وموضوعنا عن استثمار الصيف. اهلا بك ضيفنا الكريم مره اخرى. الله يحييك اكثر. واسف قطعناك قبل الفاصل. واعزائي المشاهدين احنا نستقبل اتصالاتكم ان شاء الله تعالى بعد هذا الفاصل، والان ان شاء الله تعالى سنشاهد معا تقرير احضره لنا الدكتور محمد السويني، خلينا نشوفه وراح نعلق عليه ان شاء الله. للطريق مشاعر الأنوار، هم للنسيم عبيره الفواري، قادة رفعوا التميز راية، هم في العزيمة همة الأنصار. هم للطريق مشاعر الأنوار، هم للنسيم عبيره الفوار، قادة رفعوا التميز راية، هم في العزيمة همة الأنصار. لبناء جيل رائد بسلاحه، علما وروحا للتقدم جاري. لبناء جيل رائد بسلاحه، علما وروحا للتقدم جاري، وبمنهج شرب الأصالة منهما، ذاك الكتاب وسنة المختار. ذاك الكتاب وسنة المختار. للطريق مشاعر للنسيم عبيره الفواري، قادة رفعوا التميز راية، هم في العزيمة همة الأنصار. هم للطريق مشاعر الأنوار، هم للنسيم عبيره الفواري، قادة رفعوا التميز راية، هم في العزيمة همة الأنصار. ولهم بأخلاق الكرام مآثر، يروونها بتواتر الأخبار. ولهم بأخلاق الكرام مآثر، يرونها بتواتر الأخبار. ناد له من كل حقل سهرة، بحر العلوم وأنهر الأفكار.
بحر العلوم وأنهر الأفكار. نسيم عبيره الفواري قادة رفعوا التميز راية هم في العزيمة همة الأنصار هم للطريق مشاعر الأنوار هم للنسيم عبيره الفواري. الوالد المبدع والابن الفريد شو السالفة؟ والله أنا قاعد أطالع فعشت نفس المفاهيم. هذه دورة كان مدتها 10 ساعات الأسبوع الماضي اللي حضرها الآباء والأبناء مرحلة ابتدائية والمتوسطة. فالأبو عاش مع أولاده 10 ساعات. يا سلام. من أول دقيقة لآخر دقيقة يلعبون يقعدون يتكلمون يتصافون إلى تغدينا ويا بعض وطلعوا تعشوا مع بعض. يعني كانت من 10 الصبح لعشر بالليل. ما شاء الله. الدورة هذه أنا كنت أسويها نظري، يقعد الأبو داخل القاعة مع أولاده ويتكلمون 4 ساعات. هالمرة قلت لا، خليني أحولها إلى تطبيق عمل وأجرب حظي. أنا شفت تغريدة لك تقول أن هذه أفضل دورة قدمتها خلال 20 سنة الماضية. لا، أمتع دورة، ما أقدر أقول أفضل لأن كل دورة لها تخصص، لكن كان فيها من المتعة. ليش؟ أنا ما أخفيك، لما أشوف الأطفال سعيدين ومستمتعين ومستنفعين أحس أني أنا قاعد في الجنة. الله. شلون لما أشوف الأبو يا ولده عايشين هذه الابتسامة؟ شفت الأجواء؟ ترى هذه دقيقتين أنت بسرعة تصور هذا الجو اللي أنت شفته كان مدته 10 ساعات، 8 داخل البرنامج وساعتين راحوا مطعم يتعشون مع بعض، فكان جو متميز. شوف الكتيب اللي عندك. احنا للدورة دورة العمل الجماعي. هذه الدورة سويناها الربيع اللي طاف والعام الصيف اللي طاف. هذه الدورة عبارة عن 10 مستويات. المستوى الأول 5 أيام، المستوى الثاني 9 أيام، المستوى الثالث 12 يوم اللي راح نسويه إن شاء الله خلال شهر 7 القادم. 11 ليلة 12 يوم 11 ليلة الولد داخل النادي ما يطلع، لا صار اللي معه بس ويرجع. حلو. فيعيش هذه الأجواء التعاونية التربوية الإنسانية الإسلامية في جو رائع. ما في كلام كثير، درسين بس باليوم بالعشر ساعات هذه اللي هي قاعدة 5 10 20 30 20 10 5. هذه تقسيم برامج واللي راح أقول لكم 7 أنواع. إحنا نأخذ الولد، طبعا أنا هالدورة حق كبار يعني من 15 20 سنة، وعندي ناس بعد حتى أكبر بس نستثني إذا كان أكبر من 20. في مدرسين جايين يتعلمون، والمعسكر مفتوح يعني معسكر لجميع الأعمار الآن من 15 ل 20، بس فوق 20 أقبل المربين، يعني مثلا مسؤول أندية شبابية، معلم في المرحلة الابتدائية كذا جاي يتعلم شلون يربي عياله. استثمار حقيقي للصيف. استثمار سنة في أسبوع، يعني العائد بفضل الله سبحانه وتعالى في الوقت يعود عليه كأنه سنة كاملة في البرنامج. هذا اللي انت شفته ان شاء الله الدوره راح تتكرر، بس الحين قاعد نحاول نكيف الامهات والبنات. انا ما اقدر اقعد مع الامهات لان كلها حركيه، بس قاعد نحاول نسويها بطريقه عرض من خلال مثلا شاشه او شيء، بحيث ان الامهات ايضا لانهم غيرانين من الابهات. لكن انا كنت حاب احرك الاباء مع الابناء لان هي الحلقه الناقصه في كثير من البيوت. شلون نحقق القاعده هذه اللي هي 5 10 20 30 20 10 5؟ هذه بالمية. فانا انت قلت لي قبل الناس يسهرون كيفهم، انا الان ما راح اتدخل. طبعا الليل الان مفهوم الليل تغير، لكن انا بالنسبه لي ما تغير. لازم قبل الساعه 11 قاط راسك في الفراش ونايم. صيف سنه نفس الشيء، لكن خلينا نفترض الناس الان بتنام. فانا ايش سويت؟ قسمت اليوم نصين، 12 ساعه راحه ونوم و12 ساعه نشاط. كذي زين؟ حلو. فانا ماني قايل لك متى تنام متى تقعد، هذا اتركه للاسر حتى لا يقول دكتور ثويني قال والناس كيف. 12 ساعه نام بس اهم شيء الصلاه وكيف النوم كله، كل النوم 12، لكن الصلوات هذا امر الله عز وجل، يعني الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء ما يصير تنام عنها ولا تنامين. ابنيتي يقول الله اكبر حي الصلاه، فلا لازم نصليها الحين، ماكو شيء اسمه ناخر الصلاه لاخر وقتها ونجمعهم ادري شنو، هالكلام ما يصلح. قوم وارجع. نصيحتي ابنائي بناتي لا تغيرون وقت النوم، اجمل الوقت وافضل وقت النوم ما بين العشاء والفجر، هذا أحلى وقت ولا أجمل منه، حتى الجسم يرتاح فيه طبيا وصحيا. لكن اللي يوم اختلف يبي يسهر بيسوي، عطوني 12 ساعة غير النوم. 12 ساعة شيل منها ساعتين ساعة صلاة مقسمة على الصلوات الخمس، وساعة حق الأكل. حلو. بيتغدى بيتعشى. العشر ساعات نقسمها على اللي قلنا عليها 5% 10% 20% 30. ايش راح يطلع عندك؟ نص ساعة، ساعة، ساعتين. حلو. 3 ساعات، ساعتين، ساعة، نص ساعة. حلو. حلو؟ حلو. 7 أشياء. شنو 7 أشياء؟ 7 أمور. 1، نوع هذه نوع الفعاليات أو الأنشطة اللي نسويها. قصدك 5% من؟ 5 من 10 ساعات. 5% من 10 ساعات شنو؟ نص ساعة. أي حلو. تطلع نص ساعة، والعشرة بالمية ساعة. من ساعة. و20% ساعتين. 30% 3 ساعات. 3 ساعات. وانت رايح. بعدين 20. إيه. لو عنده 12 ساعة، عاد بيزيد الوقت، يصير 45، ساعتين، ساعة وربع، ساعة وتي، وانت رايح.
احنا قاعد نقول 10 ساعات لو تقصد انها العشر ساعات راح نوزعها شيء بنوزعها على 7 اشياء بهالمفاهيم السبعه. حلو انا بقول 7 اشياء بس وزعوهم في السبعه كيفكم. اكو واحد بيحط 3 ساعات حركه، واحد بيحطها لا قضيه اجتماعيه، واحد بيحطها لا تعبديه، كيفه شنو السبع عناصر تكتبهم؟ واحد تعبدي، الجانب التعبدي، تعبدي نعم، النفسي، الاجتماعي، الفكري، اللغوي، ايوه، الحركي، الحرفي. الحركي والحرفي سبعه. حلو اذا انا مثل عبد الله مع عيالها يقعدون وحطوا لهم بسطه بالقاع ويتفقون في الجدول مالهم. وليش التعبدي؟ طبعا ما اتكلم عن الصلاه المكتوبه، انا اتكلم عن اضافات، قراءه قران، اذكار، حفظ قران، حفظ احاديث النبي صلى الله عليه وسلم، قراءه كتب شرعيه. حلو وين بيحطهم؟ بيحطها بالخمسه ولا بالعشره ولا العشرين كيفهم حسب طبيعه البيت. هذا البيت متدين وحسب اندفاعه، حسب بيت قضاة، بيت مشايخ بيقعدون يقرون كتب، حطوا 30% حط 3 ساعات. بيت الثاني رياضي لاعبين كره قدم كلهم، يا غزل حط كره قدم 3 ساعات، حمام سباحه كيفهم. قصدي انا معطيهم مساحه لكن لازم يكون واحده من السبعه تعبديه. حلو اجتماعيه، علاقات، اكو اتصل بيدي، اتصل بخالي، ازور، يزوروني، اتصل ادزر لهم رسائل، نقعد ويا بعض قعده عائليه. وين بتحطها بالسبعه؟ حسب البيت. حلو اللي هو الاجتماعي تقصد. اجتماعي نعم. النفسي اخلاق وسلوك، اخلاقيات، بعدل اخلاقي، بعدل سلوكي، بعدل تصرفاتي، عندي كلمة غلط بعدلها، ادش لي دورة مثلا معينة، قراءة كتاب، متابعة برنامج. اللي دش نادي وين نحطه؟ نادي شنو؟ يعني نادي مثلا صيفي في مشتمل على كل شيء، حرفي حركي بيروح 3 ساعات، اي حرفي حركي، إيه. فيصير عنده 5 ساعات، يحط واحدة 30% واحدة 20 يصير 5 ساعات. شفت شلون تركب؟ او يحطها 10 و30 يصير 4 ساعات. نادي المصابيح 3 ساعات. حلو التعليمي داخل الفكري؟ تعليمي يعني اي شيء قضايا. تعليمي فكري نعم. اي تعليم دورة لغة انجليزية مثلا او شيء يجيب الفكري نعم. على عندك بقى الحرفي، اي شيء يطلع بيزات مثل هذه بناتنا، هذه انا عندي في البيت بنيتي مسويته، هذه الربطات، شباصات، هذه خيوط يبيعونها بالسوق بدينار القطعة. ورحت قبل اظن شهر شاري حق بنيتي واحدة فيها بلاستيك وفيها قطعة حديدة هالشكل 9 دنانير، ايش رايك؟ 9 دنانير، يعني ممكن البنات يشترونهم 4 5 بكرات من الخيط بدينارين يسوونها، ويسوون لهم 60 قطعة، يبيعون له كل قطعة مو ب9 دنانير عشان يكسرون السوق، لو يبيعونها ب3 دنانير، 3 × 270 دينار يطلعونها من 10 دنانير. وقيس عليها اكو اشياء ثانية ايضا من ضمن ال وهذا راح يدش في قضية البرنامج النافع اللي فيه جزء من البيزات اللي بس خلصنا نعم. فصار عندك انت المفاهيم نافع، امن، ممتع وممتع، هذا المفهوم، هذا مفهوم الصيف، هذا الاستثمار النافع، اما مال واما صحه واما اجر. شلون؟ بالسبع اشياء اللي قلنا عليها. فالابو عبد الله جدولها لازم يتوزع بالطريقه هذه، أيوة، على 7 قضايا، على 7 قضايا نقولها مره ثانيه، التعبدي والنفسي نفسي، والاجتماعي والفكري اللغوي، واللغوي والحركي والحرفي. الحركي تحت كل انواع الحركه، الرياضه من دون كلام، سباحه، تمشي، تسوق، هاي كلها حركي. الحرفي اي شيء يطلع بيزات، خياطه، حياكه، رسم. اوريك مثلا على سبيل المثال، شوف ايش رايك بهالخط، خذ ذول كلهم شوفهم، بسم الله، هذه اعمال، هذه اعمال حرفيه. هذا الدكتور محمد السويني، هذا الخط هذي من خطه داء من محمد، هذا همام، همام بن عادل الشبل، هذا الولد ما شاء الله. هذا الولد جزائري، هو اصغر خطاط عربي في العالم، ما شاء الله ما شاء الله، اخذ على عاتقه يتعلم الخط حتى يخط المصحف الشريف. واخته تسوي زخارف ما شاء الله، اسمها جهينه صفيه، نسيت، هالة جهينة، هي زخرف. فناوين الولد طبعا بدأ عمره 9 سنين، ها إيه؟ ابونا ما في هالجانب، ناوين بهذا يسوون المصحف، البنت الزخرف والولد يخط. هذا شاب بحريني يحب الرسم وعنده قضية التلوين بالرصاص، مسوي هالأشياء هذه، حاط الكويت في قلب البحرين، في قلب الكويت، مصنع الرجال، ها إيه، هذاك سويته في البحرين. وشوف اللي وراها، حاط دول الخليج كلها في رسمة واحدة، وروح الكويت فيها بحكم أن أنا كويت مسوي. حلو. ولد مثل هذا عنده الموهبة، هذا باكر، هذا كله بالرصاص، ها كله بالرصاص ما شاء الله، كلها الوان، فاتح غامش، فاتح مسوي لوحه فنيه روعه موجوده. اذا ممكن تصير الجانب الحرفي نطلع فيها مثل هذه الامور من ناحيه نفسيه، وبحكمك ايضا يعني متخصص بالاستشارات السلوكيه الحركيه، القضيه تفريق الطفل او الابن او البنت في بعض القضايا، لا تعتقد ان هذا يساهم في الحد من المشاكل الشخصيه؟ انا اعتقد اي شاب، بنت، ولد، رجل، امرأة، صغير، كبير، شايب، عجيز، تحطهم فيها العشارية اللي قلنا السباعية هذه في 10 ساعات، هذا يصير إنسان مبدع. لأن الفضفضة، شنو الفضفضة؟ عبارة عن مشاعر مكبوتة أو أفكار مكبوتة أو آراء مكبوتة، واحدة من الثلاث.
فأنا هذه الألعاب تطلع أرائي وتطلع أفكاري وتطلع مشاعري، بعد أصلا ما أحتاج أني أفضفض، تعالجت النفس أصلا لحالها، وهذا منهج النبي صلى الله عليه وسلم. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، يقول عليه الصلاة والسلام، الصحة والفراغ. والفراغ، وإحنا عالجنا الاثنين في هذه القاعدة. الله يعطيك العافية يا أعزائي المشاهدين، فاصل ونكمل إن شاء الله. حياكم الله أعزائي المشاهدين مرة أخرى في برنامجكم نظرة شرعية، وضيفنا الكريم هو الدكتور محمد بن فهد التويني الاستشاري التربوي، وموضوعنا عن استثمار الصيف، ومعانا أم أحمد. تفضلي. يعطيك العافية. ألو. تسوي دكتور محمد؟ اسمع أم أحمد يا بس أنت اسمع أم أحمد. أم أحمد تفضلي. ألو، السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. يعطيك العافية دكتور. الله يحفظك، حييك يا أهل أختي. الله يجزاك خير. أبوي أنا ولدي كان يصلي. الله يحفظه. الله يسلمك. بس الحين هد الصلاة طبعا تدريجيا. كم عمره أم محمد؟ عمره أبوه موجود. 12 سنة. 12. أبوه موجود؟ لا. الله يحفظه إن شاء الله. حاضر. إن شاء الله. في سؤال ثاني أم محمد؟ لا سلامتك. شكرا. أم فهد. أم فهد تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الله يبارك فيك. معك على برنامج رائع. الله يحفظك. عندي سؤالين ولا عافيك. أول سؤال، أنا ولدي الحين عمره 15 سنة ويبي الآيفون، وأنت تعرفون الآيفون في برامج واليوتيوب وسفاري. فهل آمن إني أعطيه تليفون؟ إن شاء الله. يعني تعرف أنا ما أقدر يعني أراقب التليفون شو مسوي شو يحط، عرفت؟ والسؤال الثاني، أنا عندي 4 عيال أتملى عليهم، فالحين كبروا وأبوهم بحكم مشاغل يعني ما يقعد معهم ذاك التواصل، فكل ما كلمتهم لا أنت ما تعرفين إحنا رياجيل وإحنا غير، خلينا يعني غلطهم، فشين الطريقة إني أتعامل معهم؟ إن شاء الله. يعطيك العافية. حياك الله. أخ عبد العزيز تفضل. انقطع. أم عبد العزيز تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله. ممكن أكلم الشيخ؟ أهلا، معنا الأخ عبد العزيز، تفضل. تفضل يا عبد العزيز. شيخ أنا شاركت بدورة الوالد المبدع من الفريق، وأحس إني استفدت منها وإن شاء الله تكررها، ويعطيك العافية. مشكور يا عبد، بارك الله فيك. شكرا. إن شاء الله. أم عبد العزيز تفضلي. والله حبيت أنا أشكر الدكتور محمد السويني، يعني عيالي شاركوا معاه في الدورة الأخيرة اللي سواها، كانت يعني ردوا بشكل يعني غير طبيعي، كانوا مستانسين جدا جدا يعني. الحمد لله. وي والله، ويعني يعطيه العافية، ونتمنى إن شاء الله نكررها باستمرار إن شاء الله. نورة معانا تفضلي. حياك الله. تفضلي يا نورة. عليكم السلام ورحمة الله. بس لو سمعت دكتور توني حبيت أعرف إذا يعني النادي اللي كنت تتكلم عنه مساء يعني أقدر أدش فيه يعني، ولا كم عمرك؟ أنا عمري 16 سنة. إن شاء الله هتسمعين الجواب إن شاء الله. الأخ حمود تفضل. ألو. تفضل أخ حمود. ماشي، بغيت أشارك مع بك. إيه تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور محمد إني أحبك في الله. أحبك الله، أحبك فيه، جزاك الله خير، بارك الله فيك. دكتور عندي سؤالين أنا. تفضل. السؤال الأول، إذا أنا عندي موهبة أكثر من موهبة، شلون أكتشف يعني الموهبة إن هذه إني أفضل موهبة عندي؟ أحسنت. والسؤال الثاني. تفضل. سؤال ثاني، انا بكره ان اخر سنه دراسه ان شاء الله، وعندي اختبارات، فانا افضل وقت اني ادرس الظهر او انه بعد العصر، بس ما اقدر، يجذبني التلفزيون او يجذبني اللعبه شيء، شلون اسيطر على نفسي واختبر ادرس في الوقت هذا؟ حاضر حاضر يا حمود. ام مسعود تفضلي. تفضلي معنا انت على الهواء ام مسعود. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هلا دكتور، يعطيك العافية. الله يحفظك، تفضل يا أختي مسعود. الله يسلمك. أنا عندي ولدي عمره 15 سنة. الله يحفظه إن شاء الله. ومؤذيني بموضوع الصلاة. موضوع إيش؟ أي والله يعني كل ما أذكره زين بعد شوي طوف الصلاة اللي عقب واللي عقب، فما أدري شو أسوي معاه بموضوع. إن شاء الله مسعود. أم أحمد أنا ودي أيك أكلمك أنت موضوع شخصي بالنسبة لولدي. ان شاء الله تسمعين تسمعين. ام احمد من البحرين تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. جزاك الله خير شيخ. اول شيء اقبض اهل الكويت بالشيخ محمد التويني. نعم. احنا اهل البحرينيين بس نبي دورات نفس هالدورات اللي تسوونها في الكويت. خلاص سووكم دكتور محمد التويني بحريني. موجود موجود. نبي بحريني مثله. ونبي فيها البركه البحرين ان شاء الله. فيها البركه بس. ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. تفضلي. قطع الاتصال. قطع الاتصال. طيب ان شاء الله. ام سعود وام احمد
نعم. سؤال مشترك، أول سؤال وآخر سؤال. 12 سنة و15 سنة قضية الصلاة، يعني احنا أنا يعني هذا الموضوع متكرر يكاد يكون هو كل يوم في التويتر أو مرات على الفيسبوك، دائما الناس تسأل نفس السؤال. هذا السؤال في شق شرعي، والشرعيين هم أولى فيه، لكن الله سبحانه وتعالى قسم علينا احنا وين الإيذاء. تتأذى الأم وتأذى الأب عندما يرى ابنه لا يقيم الصلاة، وهذا فرضنا الله سبحانه وتعالى. طيب أنا وين مسؤوليتي؟ هل الله سبحانه وتعالى، هذا جزء من تأنيب الضمير، هل الله سبحانه وتعالى يحاسبني على عدم التزام ابني أو ابنتي بالصلاة؟ إذا أنا قمت بدوري خاص البلغ بالذات، احنا دورنا عندنا عيال إما بلغ وإما غير بلغ، غير البلغ دورنا التذكير والتنبيه ومساعدتهم كما بين عليه الصلاة والسلام. دورة تدريبية مدتها 3 سنوات، مروا ابنائكم الصلاة واضربوهم عليها 10، بمعنى حاسبوهم عليها. فإذا احنا دورنا دور، بس المشكلة الأمهات أو الآباء يعني نسأل الله يعني السلام للجميع، ما يتذكر لعمره 14-15 سنة. هذا موضوع ثاني، هذا أنا أتمنى يعني نستثمر الموضوع أن توصل رسالة بعدين تقول لي الوقت خلص، أنا ما بيسترسل من السؤال عندك ما شاء الله 7 أسئلة. إن شاء الله عزب يعطينا اليوم ختامي، عطنا عزب شوية وقت يعطونا سيجمنت خامس يكون ممتاز. كلمهم. إذن إذا أنا ربيت بمعنى علمت وخدت ولدي وديت المسجد وعلمت كل شيء، هو تكاسل أنا ما علي إثم، فالحرج الشرعي انتفى من علي، فأستمر في النصح والتوجيه. البالغ خلاص هذا بلغ وعرف الآن دربه، فأنا ابتداء أنا غير محاسب عليه إلا إذا أنا أهملت. إذا أنا أهملت معنى ما أذكر، ما أنبه، ما أدعو له بالتيسير، ما أخذه معي، فهذه قضية مهمة بالنسبة للأم. هنا اصطبر عليها، لفته واصطبر عليها طبعا، وليس صبر اصطبار. قلت سالفة وبرد عيدها مرة ثانية. هذا واحد من عيال فريجنا الله يحفظه يبارك فيه قال لي سالفة عنه هو عن رفيجه، يقول الأبو صبر على ولده 15 يعني صار عمره 30 سنة، يقول يا ولدي صلي في المسجد يا ولدي 15 سنة، من بعد ما عمره 15 يعني بلغ الولد صار 15-16-17 ليه 30 سنة يا ولدي المسجد يا ولدي المسجد يا ولدي، مو 15 ولا 12 ليه 30 سنة. يوم تم 30 ولده داخل البيت كان يعني يحط ايده على صدره قال ولدي يطلع من البيت. قال ليش يبا؟ عادوا يحبون بعض. قال يا ولدي انا صار لي 15 سنة اقول لك صلي المسجد ما سمعت كلامي. الأبو يحاكي دمعته في عينه، قال يوم انك ما اخذت قرار انك تصلي في المسجد البيت يتعقبك يطلع يتعذرك. فالولد بكى والابو بكى، فلم ابوه وحبيبه قال هذه، والولد يقول عن نفسه يقول هذه كانت اخر مره تفوتني صلاه المسجد. فالابو صبر 15 سنة طبق هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اذا احنا نصبر نوسع صدرنا. والامر الاخير اين دور الاب؟ ما يصير نقول ما في اب، لابد الاب ياخذ ولده لانه يحزم معاه في الموضوع، حب وحزم ويا بعض. الاب مو موجود، العم الخال اليد، لازم احد يقوم بالدور. ما حصلنا تصبرين يا امي. وهي وسائل مختلفة، تحبيب وترهيب وترغيب الى ان شاء الله. نعم. صحبة طيبة، شباب المسجد، البرامج الاخرى، دور المدرسة، يعني اكو اكثر من مطرق نطرق. صعب ان احنا يعني اختزالها في دائما ما تصير. هذه بلا حلقة بس رتبوا لها السنة القادمة. انا انصح يجيب لكم شيخ من الشباب السلوكيين متخصصين في الشريعة. انت ويا انا ما نبي مشايخ، بكم شيخ يعني. ان الاسبوع اللي فات كان معنا دكتور مصطفى ابو السعد، أيوة تكلم عن الدورة هاي 3 سنوات كيف فيها 5100 صلاة. طبعًا. أنت تدرب ابنك على الصلاة. طبعًا. من 7 إلى 10. وسع صدرك، وسع صدرك. الأم فهد أيضا سألت عن قضية استخدام الأجهزة، هي تخاف أن تعطي ابنها اللي خاصة الآيفون. نعم. أنا في عندي كتاب اسمه همسات الوالد اليتيم، الأبناء بين الدلال والحرمان. كلمت عن هذا المفهوم. ما نقدر نقول بيتك وبيتي واحد. صح. أنا ما أهيد أن هذا الجهاز يكون بإيد شباب دون 16 سنة. أنا لا أهيد هذا الشيء. لازم يكون انسان بالغ وعاقل. ايش معنى حديتها ب 16؟ 16 وبعد سن البلوغ يكون طاف عليهم، بعد ما بلغ سنه الى سنتين. عيالنا احنا في الغالب يبلغون في سن 14، فهو محاسب، هو مسؤول عن نفسه وقادر يسوي. فانا اعطيه سنه الى سنتين ادربه على اخلاقيات سلوكيات النبي صلى الله عليه وسلم وعلى العرف المناسب وعلى الخير. ذيك الساعه انا حمله مسؤوليه، خلاص انا ما اتمسؤول، هو مسؤول عن نفسه وانا مسؤول عن توجيهه وعن متابعته ومراقبته. 8 سنوات عندك قاعد يحوس. هذا خطا يعني، هذا ما في. انا حتى انا لا اؤيد هذا، لكن في بعض البيوت لها ظروف خاصة ترى أنها لا بأس. بالنسبة لي إذا ارتأى ولي الأمر أنه يشتري ولده الآيباد، آيبود، جهاز مثل هذا، يبدأ يحسن، يجب أن يعلمه حسن الاستخدام بالوقت وبالنوع. الرشد يعني، مو بس يرشد، يكون عنده الجهاز مو عند الولد ولا عند البنت إذا كان صغار، ويعطيه يستخدمه في بعض الاستخدامات للدراسة، للبحث، للعب أحيانا. يقول مش دعوة يا أخي يعني، والله عسرين عسرين يقول. والله هذه ما هي عسارة. انا بسالك سؤال واسال خواتي اللي يتابعوني الان، الامهات واخواني الاباء. لا انت لا رحت تشتري سياره، ايش تشتري؟
لا راح تشتري قميص، ايش تشتري؟ بعطيكم اقل من هذا، اللي قاعدين يبنون وما كثر، يا الله يا ربي يا عظيم يا كريم يا ارحم الراحمين، تبارك لي كل من يبني بيت يكون بيت بركه ورحمه، بالله عليكم، يوم رحت تشترون حمامات شريتوا؟ تخانقتي ما تخانقتي يا ام عبد الله وابو عبد الله على لون البرسلان؟ تبون تشترون حمام ب 1000 دينار و300 دينار 400 دينار، اذا لما يجي نشتري شيء فضلاتنا عليه نختار احسن نوع ونختار الاوروبي وما نرضى بالاقل. نربي عيالنا باقل شيء، فالاختار لهم احسن سلوك، اختار لهم افضل شيء. فممكن حبس النفس مرات عن الشر وحبسها على الطاعه، هذا وهذا مفهوم الصبر، والله سبحانه وتعالى يحب هذا الشيء. فالمختصر الحديث، اذا ارتأت العائله استخدام الاجهزه فيجب ان ترشد الاستخدام مثل ما تفضلت بالوقت وفي نوع البرنامج، ولازم يكون من غير قفل. اذا انا ما ايد قبل، لكن اذا من غير قفل والولد يقول تعالي يمه، اسمعي ولدي تعالي بنيتي يمه هذا جهازي ها مفتوح اقرأوا شوفوا طالعوا، ليس من باب سوء الظن ولا من باب التخوين، ولكن ليطمئن قلبي، يطمئن قلبي، خلي امك ولدي تطمن عليك، بنيتي امك تطمن عليك، بيعطوك كل اجهزتهم، وانا احب هذا النمط، والا فاولى ان يصبروا ما بعد سنسل. نعم. معنا اتصال من الامارات، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا ابوي يقول لي قم روح لها وكذي. اي نعم. انا اتكاسل وكذي، ابغى نصيحه يعني اني انا اروح. صبر صبر، اول شيء شو اسمك؟ اسمي فلاح من اللي فلاح سالم. فلاح يا فلاح، ولدي كم عمرك؟ عمري 10 سنوات. الله يحفظك يبارك فيك، انت ما شاء الله عليك، انت سبع ان شاء الله تفلح في الدنيا والاخره، قول امين. امين. خلاص تسمع نصيحه ولدي، تسمع ان شاء الله. وانا ابغى اروح للسينما وكذي، بس ابوي ما يرضى يقول حرام وكذي. يلا الله يحفظك. حاضر 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 يا فلاح. يا زينك يا فلاح، يا زينك يا فلاح. تفضل يا ام احمد. بقى ان شاء الله. تفضل يا ام احمد، انت معنا على الهواء. اسرها موقف فلاح جات. ها اسرها. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمه الله. لو سمحت، ابني عمره 16 سنه مراهق واعاني كثير معاه من عمليه السرقه، وعنده مشكله في الكذب. ان شاء الله. سرقه من داخل او برا البيت؟ داخل البيت. نعم ان شاء الله. شكرا. حياك الله. نرجع حق سيرتك عبد العزيز. طبعا هو يشكر دورتك الكريمه اللي هي والد مبدع والمنفرد، وايضا ام عبد العزيز مشكوره. بارك الله حسن اخلاقهم. اي نعم. الأخت نورة تسأل، إذا هي عمرها 16 سنة إذا ينادي للبنات. أنا يعني آسف، أنا بعتذر قبل ما أقول اللي عندي. إحنا نادي المصابيح بدأنا صار لنا أسبوع، واليوم البنين وخلصنا التسجيل وبدينا ومسكر ما عندنا مكان فضل الله سبحانه. البنات أيضا بواسطة البرنامج نادي البنات بدينا أمس وسكرنا التسجيل، وباقي مخيم البنات الصيفي ايضا سكر التسجيل. ما يشفع لهم اتصالهم ولا؟ والله ما اخفيك، والله سووا لنا ملحق يا اخي. عندنا حتى والله من الخليج جايين، سكرت الارقام عندي اللي هو السقف، انا اقدم خدمه نوعيه حق الناس، ما هي مو قضيه عدد. لا جزاك الله خير. بالعكس، وهذه لان هذه النوعيه احنا عرسنا على الاستضافه. سامحيني يا بنتي، ترى احنا سجلنا وخلصنا اعلان، لان من شهر مخلصين التسجيل، فان شاء الله بدايه السنه راح تكون في اعلانات، وحياك الله البرنامج البني والبنات ان شاء الله. حمود وام سعود وام احمد وفلاح وام احمد بعد الفاصل ان شاء الله. حياكم الله اعزائي المشاهدين مره اخرى في برنامجكم نظره شرعيه، وضيفنا الكريم دكتور محمد فهد سويني. ام الخير معانا، تفضلي. عليكم شيخ. عليك السلام ورحمه الله، تفضلي. ممكن احكي الدكتور سويني لو سمحت؟ معاكم، تفضلي يا اختي. يعطيك العافيه دكتور. يعافيك اكثر يا هلا. وجزاك الله الف خير على كل اللي بتقدم لنا اياه، ويعني لك دعواتي دائما ليل ونهار. الله يبارك فيك يا اختي، بارك الله فيك. انا سؤالي على السريع حتى ما اخذ من وقت غيري. يا ليت. ابني ثانويه عامه، السنه اكتشفت انه عم يدخن، يعني ما بيدخن قدامي وبس عرفت انه عم يدخن. زين. ايه، فانا حاولت انصحه، يعني فهو بيدخن يعني بشكل متقطع. ان شاء الله. بس سؤال ثاني ام خير؟ ايه، هو عم يسمعك هلا، يا ريت توجه له نصيحه. ان شاء الله. كثير بحبك يعني، وكان عندك بالنادي. ان شاء الله. حاضر. جزاك الله الف خير. حياك الله. ام خالد تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام. الله. يعطيك العافية شيخ سوين، احنا من متابعينك والله من زمان. بارك الله في عمرك شيخ. كل ما نحاول نسجل معك بالنادي ما نحصل فرصة. ان شاء الله تجي الفرصة ان شاء الله. واللي عافيك شيخ
أنا عندي ولدي عمره 12 سنة. أي نعم. أحلي وحبيب، بس شنو إنه عصبي ويتلفظ بألفاظ، يعني ساعات من كثر ما يتلفظ، والله ساعات يعني أدعي عليه. إن شاء الله. ألفاظ يعني ما تنقال صراحة. في سؤال ثاني أم خالد؟ لا يعطيك العافية، مشكور ما قصرت. أبرار؟ السلام عليكم. تفضلي يا أبرار. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بغيت أسأل دكتور بخصوص النادي اللي حضرتك قلت عنه. أي نعم. ما أدري إذا أقدر إني أشارك فيه ولا لا. حاضر إن شاء الله. شكرا يا أبرار. الأخ حمود سأل عن قضية الموهبة، شلون أكتشف موهبتي؟ نتكلم هو في آخر سنة دراسة. سوينا حلقة ترى كاملة على هالموضوع. صحيح. وياكم نتكلم عن المواهب وأيضا سوينا تجربة. باختصار شديد يا ولدي، أنت قلت عندك ثلاث أشياء أو أربع أشياء تتميز فيها. الموهبة كذلك هي تنطبق على نفس الأمور. أي عشان يعني في عندنا قاعدة اسمها رفق، لكن ما في وقت نشرح بالتفاصيل. فيا ولدي أنت اعرض مواهبك على مختصين، يعني إذا عندك موهبة رسم فاعرضها على رسام أو متخصص في الرسم، إذا موهبة الإلقاء والجوانب اللغوية مثلا عرضها على شاعر أو متخصص في الجانب اللغوي، إذا مهارتك رياضية فعرض، فأخذ مواهبك وعرضها على متخصصين اللي منهم يقول لك أنت موهوب فعلا، فتكون هاي موهبتك الأساسية والباقي تتسلى فيها وتنميها إن شاء الله. حمود يقول أنا بآخر سنة دراسية لكن هناك صوارف تصرفني عن الدراسة، التلفزيون مثلا أجهزة. هذا قرار شخصي، يعني هذا جدولي أنا الدراسي يا ولدي، هذا جدولك الدراسي، قاعدة اسمها 60 25 15، 60% من الوقت يصرف على الدراسة على نظام أشواط، 45 دقيقة وارتاح ثلث ساعة و45 وارتاح ثلث ساعة، 25% من الوقت أصرفها على الراحة، أكل شرب نوم وقيلولة مثلا واتصالات ربع، و15% حق اللعب. أنت عاد 60% هذه بيدك، إذا عندك شيء تبي تشوفه بالتلفزيون خله وقت الراحة، فأنا أدرس وأوقت وقت راحتي بطالع هالمقطع أو بطالع برنامجنا مثلا أو كذا. فإذا بيدك الوقت على القاعدة 60 25 15. فرح من الإمارات عمره 10 سنوات يقول أبوي يقول لي امش قم صل، الله يصلح إن شاء الله ويحفظ الأمه والأبو إن شاء الله. طبعا يا ولدي فلاح، أنت 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 تعرف الجواب، ما شاء الله عليك ذكي وطيب وأخلاقك عالية، وحي الله الإمارات أهلنا وحبايبنا. فيا ولدي روح المسجد وصلي، النبي صلى الله عليه وسلم يحبك لأن أخلاقك عالية وأنك تحب الصلاة، الله سبحانه وتعالى يحبنا لأن نصلي ويحبنا لأن أخلاقنا عالية. فيا ولدي المطلوب منك عزم واسمع كلام أبوك وروح معاه، ترى هذا أفضل للعمل أنك تكون أهل الصلاة عند إقامتها. الجزء الثاني من سؤاله، وده يروح السينما شلون أبونا؟ أنا لا أؤيد الذهاب إلى السينما عن نفسي، أنا ولا أروح لها من ناحية تربوية. أي من ناحية تربوية، من ناحية لأنها تضيع الوقت، أروح ثلاث ساعات الروح طريج وقاعدة نطرة الفيلم والوقت اللي موجود. طبعا خمس ست أسباب أنا حطيتها، أنا الحين ما أتكلم عن الحلال الحرام، إذا الفيلم فيه شيء حرام فحرام انتهى الموضوع، يعني هذا أمر منتهى، لكن الفيلم ما فيه شيء حرام. بس سؤالي أروح أقعد أربع ساعات شو الفائدة؟ ما هي المنفعة؟ القاعدة اللي قلنا عليها، ما هي المنفعة اللي تعود علي إذا كان فيلم وثائقي، فيلم مثلا توثيقي، فيلم تاريخي ما فيه خلل، ممكن هذا يطلع مرة بالسنة، لكن يكون منهجية في السينما أنا أعتبر هذا إضاعة للوقت. والوالد لما قال حرام اكيد عنده يعني شيء شرعي أدرى، هو اعلم. فمختصر الحديث، ابنائي بناتي اسمعوا كلام الاباء والامهات، ترى الجنه عندهم لا تضيعونها. ام احمد عندها ولد عمره 16 سنه، هي تقول انه مراهق. طبعا عندك انا احتجيت كلام على كلمة. نعم. السرقه، نعم هذه حاله خاصه، السرقه والكذب، والولد في عنده حاله نفسيه، الحاله النفسيه ناتجه عن ظروف معينه، اما الدلال زايد واما حرمان أو في حالة مرضية يكون عند الولد، فأنصح أختي الله يحفظها تعرضها على أخصائي نفسي، هذا الأولى. أم الخير ابنها في الثانوية العامة ومدخن. تأجل موضوع الكلام في التدخين الآن لأنه ما ينتهي من اختباراته، يعني طبعاً الحمد هي قالت ما يدخن أمامنا ولا شيء. شو قاعد يطالعك؟ إيه طبعاً هي الآن الحوار، هي بالنسبة لها الآن تأجل الموضوع تخليه ما بعد امتحانات، لكن أنا الحين أكلم ولدي وكأن أمه ما تسمع. يا ابني أول شيء أنا أشكرك إنك قاعد ويا أمك وقاعد تتابع البرنامج وتنتظر النصيحة. فهذا معناته في عندك إرادة، لكن إرادتك شوية ضعيفة تحتاج إلى أنك تقويها وتعزمها. فأنت أسأل نفسك، أنا إحنا أسألك يا ولدي وأنت جاوبني، ما الذي استنفعت، ما الفائدة التي عادت عليك والمنفعة من السجارة؟ أنت قول لي في فائدة، أنت تقول لي لا. الناس الآن قاعدة تموت منها، نزيف في الرئة، ممكن يصير سرطان في الرئة، مرض اسمه انفيسيما لما الرئة تفقد خاصية تبادل الأكسجين مع ثاني أكسيد الكربون. فيا ولدي ممكن تكون صحيح الجسد، مش الآن، بعد 30-40 سنة ربي يطول أعماركم كل جميع بالخير، راح تلاقي الهواء يدخل ويطلع تختنق في الهواء لأنه ما في عملية التبادل. فيا ولدي هذه لا فادت غيرك ولا راح تفيدك ولا تفيد اللي بعدك، فاتركها، ليس من أجلي ولا لأجل أمك ولا لأبيك، ولكن اتركها طاعة لله سبحانه وتعالى واتباع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا ضرر ولا ضرار. فيا ابني اختر، إما أن تكون مع الله ثم مع النبي صلى الله عليه وسلم وتنفع نفسك، وأما تكون مع الشيطان ومع مضرة السجارة، فالقرار عندك،
وأنا أعرف ستأخذ قرار المناسب إن شاء الله. أم خالد ولد عمره 12 سنة عصبي وألفاظه بذيئة. لا، هذا الأم والأبو يبون دورة الأم، لأن الابن هذا أحد واحد من ثلاثة، إما مدلل فهو عارف أنه ما في حساب ولا عقاب في البيت ولا أحد متابع، فبالتالي تطاول على والديه وهذا سوء أدب. اثنين، وإما أن فعلا البيت فيه غياب للدور التربوي، الأب مشغول مو موجود، غايب، فيه إهمال قصدك، في غياب مش إهمال، في غياب، لأن الابن قاعد يسمع السب من المدرسة، يسمعه من أبناء الحارة أبناء عمومته، لكن في غياب للدور التربوي. رقم ثلاثة، أو حالة مرضية. فإذا يا أختي أيضا أنا أنصح أن أنت مع زوجك الله يحفظه تشوفون لكم أخصائي تربوي من غير الابن، تجلسوا معه وشرحوا له الظروف، لأن البرنامج ليس مكانا مناسبا لفضح مثل هذه الأمور. حلو. فالستر أولى في مثل المسألة. أبرار نفس السؤال مع الأخت نوراء، قضية النادي السيد. النادي سكر الآن، ما في مجال، كل مخيماتنا، البرنامج الوحيد المتبقي دورة روح الفريق الواحد. عندكم موقع إلكتروني؟ إذا شو موقع حق الرحلة حق البرنامج؟ اسمه www.safrat.com safrat.com. باقي عندي فقط دورة مدتها 12 يوم ب 11 ليلة، ما يتحملها هي للبنين من 15 إلى 20 سنة، مبيت 11 ليلة وما راح تطلعون الشارع ولا في استخدام الايفونات ولا تلفزيونات ولا شيء، لعب من الصباح إلى المساء، وتتحول الشخصية لشخصية قوية اللي يجمعونه في الأسبوعين وعدد سنة إن شاء الله كاملة، والعدد ترى محدود وسجلوا أكثر من النص. أم فهد. تفضلي أم فهد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا أكلم الدكتور زاك الله. معكم الدكتور بس باختصار لو تكرمين أم فهد. أين؟ السلام عليكم دكتور. عليكم السلام يا أختي تفضلي. ألو السلام عليكم. عليكم السلام يا أختي تفضلي. أي وياك طالبة ترى كنت عندك، والحين أنا جدة يعني. ما شاء الله. يعني أتمنى يعني لو تسوي خدمة بس بسيطة يعني. ربي يبارك في عمرك تفضلي يا أختي. الله يجزاك بخير. أبي ولدي عمره 8 سنوات وهذا آخر العنقود على ما يقولون، وحيل معاند معاي، حيل بكل الأمور كل شيء. بس فهد أبوه وينه؟ أبوه بس وينه؟ نعم. أبوه وينه؟ موجود موجود بس مو قادرين عليه، كلنا مو قادرين عليه. ف منو آخر سؤال؟ أم فهد اسمعيني. جد والجدة يعني. بس هذا سؤالي، من اللي مدلله؟ والله تعرف دللناه كلنا. جزاك الله خير. شو تسمعين؟ تسمعين الجواب. زين. نعم. فأبي يعني شنو الطريقة؟ وإذا في مجال، إذا في مجال يا أخ إنك تدخل يعني، إذا عندك يعني نادي أو شيء أتمنى هذا. إن شاء الله. أم وليد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. العافية. حياك الله يا أختي يا أهلا. عندي ولدي عمره 4 سنين بروح راضة إن شاء الله. ما شاء الله. فأخوه الكبير توا متزوج، توا مالت. ما شاء الله. إيه فغيران شيء مو طبيعي يعني، حتى حساك صار عنده تبول لا إرادي. إيه نعم. وصار عصبي ويتنرفز يعني يتلفظ بألفاظ. غيران من زواج أخوه يعني؟ طلعت إيه؟ طلع من البيت. هو ما طلع عندنا. بس يشوف قعدته مع زوجته وكذا. إيه فاي خلاص كذي كذي. حاضر تسمعين جواب. ما ادري شلون اتصرف. يمكن اخوه الكبير دائما معايا. لا الحين يعني. الحين إيه 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 على طول معاه. ما ادري شلون اتصرف معاه. ان شاء الله تسمعين الجواب ان شاء الله. تسمعين ابو عبد الله تفضل. عاد عندنا مخرجنا عندنا وقت نجاوب. ها والله انت قاعد تكود اسئله وين عندك. يلا ابو عبد الله تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. شلونك ابو عبد الله؟ ممكن تسمعنا من الهاتف؟ الله يجزيك خير. تسلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبو عبد الله وطع التلفزيون قصر علي الله يحفظك. إن شاء الله. تسلم. تفضل أبو عبد الله. أنا شاكركم على البرنامج الطيب إن شاء الله، ويجعل في ميزان أعمالكم إن شاء الله. تسلم تسلم الله يسلمك. أنا بغيت أستفسر، عندي سؤالين بس إذا تكرمت. الله يحفظك. تفضل أبو عبد الله. أنا عندي الحين طريقة السهر مع الأولاد، شلون يعني أخليهم ينامون يعني تدري العطلة الصيفية هذه، وهم أنا يعني محرص عليهم ينامون عقب صلاة الفجر، إذا كانوا بيسهرون ما يسهرون قبل، ما ينامون قبل صلاة الفجر. ولازم يصلون الفجر ينامون. زين هذا السؤال الأول. سؤال ثاني. السؤال الثاني في ألفاظ شوية يعني، كلام شوية يعني، شلون نقضي على هالكلام هذا؟ يا الله أبو عبد الله. مشكور مشكور. شكرا شكرا أبو عبد الله. أم فهد الطالب 8 سنوات والعناد آخر. أنا أفرد كتاب سميته العناد والكذب. لكن سألت سؤال، من اللي مدلله؟ وين أبوه؟ موجود الحمد لله، مو قادرين عليه 8 سنوات، مو قادرين عليه. فأنا هذا خطر الموضوع، شو يصير لما يبلغ بعد؟ لأن آخر. آخر اللي عنقود وأصغرهم. فيا أختي الله يحفظك، لا لازم تقعدين أنت مع الأب، تقعدون مع بعض وتأخذون قرار في طريقة التعامل معه، ولازم تتفقون مع بعض. الخطوة الثانية تروحون حق بركة البيت، اسمعوا كان تسمعني خالتي العودة وعمي العودة، أنتوا بركة البيت الجد والجدة، اقعدي معاهم وقولوا لهم شو المشكلة اللي عندكم، وش الطريقة اللي ممكن يعني هما يتنازلون عن بعض التصرفات، حتى الولد لما يشوفك ويشوف أبوه ضابطين في سلطة ضابطة في البيت جبرا عنه بيلتزم. فالموضوع محتاج إلى دافع اسمه دافع السلطة الضابطة، تحينا أنت وأبوه والجد والجدة،
وتالي الولد إن شاء الله راح يستقيم. فإذا إحنا نعامله بين الحب والحزم إن شاء الله. نعم. طبعا الموقع الآن طلعت سفرات دوت كوم موجود إن شاء الله نطلع إياه الآن. SFRAT خمس حروف دوت كوم خمس حروف. إيه. هذا موجود على هوا أعزائي المشاهدين بإمكانه. سفراتنا برامجنا كلها تنزل على كل الدورات والسفرات بالإمكان. أم وليد 4 سنوات، هذا الابن الصغير له ابن كبير أو أخ كبير عفوا تزوج، فالظاهر يبدو كان لصيق له. التبول اللي عنده مش تبول لا إرادي، هذا اسمه نكوص طبيعي، هذا يصير. أهل الاختصاص من علم النفس يقول الطفل لما يصاب بشكل من أشكال الغيرة، غيرة محبوب أو غيرة تنافس أو غيرة على الذات، فينكص يعود إلى مرحلة أخرى، يرجع كنا طفل صغير حتى يحظى بنفس الاهتمام اللي كان يحوز عليه من قبل. فهو أعطانا الآن إشارة، أنا أذكر واحدة من المرة انتبهولي أي انتبهوا هدوا شغلكم جابلوني مش انتبهولي انتبهوا هاي بس طالعوني. يعني واحد من الأبهات يعني أذكر مرة كان ماليزي قال دكتور الحق علي بنيتي، عفوا كان وقتها مخلص دكتوراه محمد، بنتي انشلت تزحف على يدينها رجولها ما تتحرك خلاص. قلت له وين خل اشوفها؟ يوم يافها عشان اقول له صاير عندكم في البيت شيء جديد؟ عندكم مولود؟ قال عندنا مولود من شهرين. قلت له زين وهاي؟ قال هاي صار لها تقريبا اسبوعين ثلاثه من صار. قلت يبو اسبوعين لا تشيل الصغير، بس شيلها لمها واحتضنها وحطها على صدرك العب معاها مالك شغل، اسبوع اسبوعين ترد تمشي، عقب اسبوعين يابها تمشي على ريولها. فولدك عنده نكوص. كل المطلوب باختصار شديد الامر الاول، اول شيء الزوجه الجديده الدخيله هي تجيب هديه وتاخذها معها، كل ما دخلت عليه برد كاكاو على حسب نظام البيت طبعا، بقول خربتنا بالبرد، لعبه صغيره اشياء رخيصه فتعطيه اشياء باستمرار. رقم اثنين اخوه يرد يلمه ويحتضنه ويحطه بحضنه وزوجته قاعده، يعني يعطيه نفس الحظوه القديمه اللي موجوده. ولا تحاتين تلقائيا رجع راح يقوم ينظف ملابسه ويرجع ان شاء الله لحياته. ابو عبد الله باقي دقيقه ونص، السهر مع الاولاد. السهر احنا انا عيايزنا الله يمتعنا بالحي منهم ويرحم الميت منهم، على ترى على فكره انا اللي جده توفت الله يرحمه، ام خوالي مربي امي الله يرحمها عظم الله. وانا اليوم ثاني يوم عزا بس علشانكم ما هديت البرنامج، الله يجزاك خير. انا اطلب منكم طلب تدعوا لها بالرحمه، هي فايز مولا يوسف، هي يعني جدتنا الله يرحمها، اخر العيايز راحت الله يرحمها، فندعو لها ان شاء الله بالرحمه. امين في اليوم الفضيل ان شاء الله. ان شاء الله اللهم امين. طبعا السهر علمونا العيايز قال عتموه، لا تخلونه ينام بالنهار عشان ينام بالليل الطفل، فانت اذا تبيهم يسهرون لين الصبح ينامون النهار. فاذا من باب اولى خله يسهر، صلى الفجر لا تخليهم ينامون، ودهم مطعم هندي شباب مبارك، روح الديره وياهم، ودهم البحر، هم كل ما بغى ينامون طلعهم، علشان ما تصير الساعة 8 بالليل اللي تطوطح الشكل يقول الله أكبر العشاء يصلي ودب على دماغه يطيح ينام مكانه. سويناها مرة سفرة من السفرات، كل اللي مسافرين مع 80 واحد نايمين على الطاولات، سوينا طلعناهم 6 الصبح رديناهم الساعة 11 بالليل. فإذا عدتمهم يوم كامل بيخمدون ينامون تتعدل النوم، وهذه أسهل طريقة. الألفاظ النابية، الألفاظ النابية هذا نظام سلوكي. الولد قال كلمة قل أوقف، سمعني شوف الطريق، قل أوقف وقف ولا تكلم، انت قلت كلمه ما هي زينه ما كررها، ديروا بالكم لا تقولها، لا تقول كذي، انت تاكدها في راسه. اقول له لحظه انت قلت كلمه سيئه الحين تبدلها بكلمه احسن منها، يقول كلمه احسن منها، انزين انت غلطت ولا ما غلط؟ غلط. اللي غلط شو يسوي؟ يعتذر. فاذا يجب ان يعترف بخطئه ثم هو يستبدل مكانها بلفظه بديله وهو يعتذر عن فعله، واحنا نسامح ونجدد هذا الامر معه. للاسف الوقت انتهى، بس ابيك تجاوبني باختصار سريع، ممكن نسوي نادي صيفي منزلي؟ سويناه. لا انا اقصد السؤال ممتاز الجمهور. نادي صيفي في السفر، احنا بنسافر الحين مع بعض او داخل البيت الواحد، نعين مسؤول ابو عبد الله وام عبد الله، يوم نسوي حق البنات ويوم نسوي حق البنين، ونحط قيم ونوزع برامج اللي قلنا عليه، والبرامج هو 5-10 نظام 30-20-10-5 والسبع قيم نحطها في جدول، بس بشرط الجدول نحط العيال معانا والرتبه، البنات لازم معاهم ام عبد الله والبنين لازم معاهم ابو عبد الله. لو كل يوم واحد من رجال العائله خذ الاولاد وياه والحريم كل يوم وحده خذتها، 7 ايام من اروع ايام البرامج. ناس اخذوا عيالكم من نادي المصابيح ولا يسجلون معانا، بس قعدوا انتوا وياهم ارخص لكم واحسن لكم. كل الشكر لضيفنا الكريم الدكتور محمد بن فهد ثويني على جميل مشاركته، وشكر موصول لكم اعزائي المشاهدين على طيب المتابعة. هذه آخر حلقة من برنامج نظرة شرعية في موسمه الثالث، بإذن الله عز وجل سنكمل بعد رمضان، نسأل الله عز وجل أن يبلغنا وإياكم هذا الشهر العظيم وسوريا في عز وأمان وأنتم كذلك. أعزائي المشاهدين أنا أيضا لم يتبقى لي إلا أن أتقدم بشكر جزيل لهذا الفريق الذي قدم لكم هذا البرنامج بهذه الصورة الجميلة، وشكر لمخرجنا المبدع وإدارة الإنتاج وفني الصوت، كلهم يستاهلون كل شكر وكل ثناء وكل حمد على، وقبل ذلك وبعده وأثناءه الشكر لله عز وجل نوفقنا لأن نقدم لكم هذه الحلقات. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل خير،
إلى أن نلقاكم بإذن الله عز وجل بعد رمضان. لكم مني ومن فريق البرنامج أجمل تحية، لكن في الختام نقول ألا طابت كل نفس تابعت هذا البرنامج. إلى اللقاء. جزاك الله خير. إن للنور نظرة تظهر الحق فطرة ديننا